السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا حاليا موجودين في البلدة القديمة ورايحين نزور احد تجار البلدة القديمة حتى ندردش معهم شوية صغيرة. السلام عليكم. سلام. يعطيك العافية عمي. كيف صحتك؟ اهلا وسهلا. كيف حالك؟ شو اخباركم؟ كيف صحتك؟ كل عام وانتم سالمين. الله يبارك فيك. كيف الصحة؟ الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. طمنا كيف وضع البلد هالايام هاي؟ ان شاء الله اليوم الوضع تمام. الحمد لله قبل كل شيء، نحن على ابواب رمضان. الحمد لله. وهذه الايام بنحلم فيها كيف كانت اول وكيف كانت اليوم. اول ما تعرفش تعدي، ما تعرفش تخش على المحلات من حد ما صار الجدار. الجدار ذبح القدس وضرب ذبح اهل القدس. نعم. هلا احنا بنطلب من الناس انهم في شهر رمضان يتواجدوا في مدينه القدس، يتواجدوا في الاقصى. احنا بنطلب من الناس يتواجدوا. عمي احنا بلشنا على السريع بالموضوع، خلينا اول شيء نعرف الناس مين عم ابو يوسف الموجود معنا حاليا. ابو يوسف صلاح الحلحولي، محلات الحلحولي في القدس ورام الله. محلات الحلحولي عمرها اكثر من 50 سنه. ما شاء الله. وين موجودين بالقدس بالضبط؟ اي منطقه احنا موجودين؟ القدس والعطارين. نعم. القدس والعطارين، سوق العطارين، سوق الشعب. سوق العطارين اللي معروف للعالم كله، بجانبه سوق الخواجات وسوق اللحمين. شايف كيف علي؟ سوق العطارين اللي كان مشهور. نعم. هلا هذه احنا مقبلين على شهر رمضان. نعم. لازم احنا ما نخلي القدس مفتوحه يعني فاضي، لازم نخلي الناس تيجي تتواجد في الاقصى، تتواجد في المحلات، تشتري من المحلات. وهي في عندنا مهرجان في مدينه القدس، وهذا المهرجان كويس، هذا بدعم القدس وبدعم شعب القدس وبدعم مدينة القدس. في عندنا كلام كثير، شو رايك نقعد نرتاح ونحكي؟ تفضل. ايام اول كانت مدينة القدس. نعم. تيجي من جميع مدينة من جميع اهل القدس. نعم. قدر الله، ابو ديس، الضفة الغربية كلها. نعم. مش بس الضفة الغربية، في الشمال، في منطقة الشمال كانت مدينة القدس مزدهرة بالناس، مملوءة بالناس. عمي لو تخبرنا عن كيف التجارة بالبلدة القديمة حاليا. انت حكيت لنا عن موضوع الجدار والجدار ضيق على التجار، لو تحكي لنا ايش اللي صار وحكي لنا اي سنة حطوا الجدار، كيف هذا موضوع الجدار فرغ كثير من اسواق القدس، وفي كثير من المحلات مسكرة لانه ما اهل الضفة ما بدخلوا، حتى البضائع ما بدخلوا من الضفة للقدس، فاضطروا التجار يمسكروا كثير محلات لهم. الجدار اثر على مدينة القدس. نعم. الناس كانت تيجي عادي، تطلع من هون ومن هون ومن هون تيجي على القدس. نعم. الجدار أثر على مدينة القدس. نحن بنطلب من الناس إنه هذا الجدار ما تعتبروا إنه هذا جدار، إحنا بدنا نتواجد في مدينة القدس، بدنا نيجي على مدينة القدس، بدنا نكون في مدينة القدس. طبعاً إيش رأيك نطلع نكزر شوي بالسوق ونشوف هالشباب ونشوف التجار؟ إيش مانع؟ يلا تفضل. كان على الله. يلا بسم الله. أبو حسين أنا جاي يابا. وين نروح؟ يمين ولا شمال؟ هيك تمام. اول شيء ناخذ شمال. تمام. احنا في سوق العطارين هون. نعم. شوف الناس هون، يعني في ناس مستعده مشان العيد، مشان رمضان، مستعده لشهر رمضان، وفي ناس مش مستعده لانه الظروف وكورونا هي مأثرة شوي على الناس. عندنا اخونا ابو ابراهيم. السلام عليكم. من التجار المعروفين. شو اخبارك؟ وهذا من الـ من الـ من التجار الاوائل، هو والده. ما شاء الله. فاهم كيف؟ معروف طبعا. كم سنه صار لك عمي؟ 52 سنه في المسجد. ما شاء الله. 52 سنه. 52 سنه. اخذت المحل من الوالد يعني؟ ابا عن جد. والاولاد لسه موجودين؟ الحمد لله. ما شاء الله، الله يبارك لك. اخونا ابو ابراهيم مستعد برضه كمان لرمضان، ومستعد هيو للمهرجان. موقع السوق قريب على كنيسة القيامة صحيح؟ نعم. ايش هذا الشيء بميز السوق عن باقي الاسواق، او ايش ليش انتم كمحلات قريبين على السوق مميزين لانه الكنيسة جنبكم، السياح جنبكم؟ طبيعة البلد القديمة. نعم. مربوطة في جامع سيدنا عمر، مربوطة في كنيسة القيامة. نعم. مربوطة في الاسواق القديمة. نعم. هذه 8000 سنة عمرها هذه الاسواق، 8000 سنة، مش شيء قليل. شايف عليه؟ لا 8000 سنة. بوريك أنا سوق الصبرة. سوق الصبرة هذا سوق الصبرة مهد، ومن 8000 سنة مهدود. هلأ إذا طلعت على الصوح من هون ببين هذا سوق قديم ومعروف. يعني هذا سوق اللحمين، كان هذا مشهور
باللحوم، مشهور بالفواكه، مشهور بالكذا. احنا شايف سوق اللحمين بس معظم المحلات اللي فيه مش لحمين، ليش؟ لما هو اختلف الوضع، مختلف صار، مش شرط يعني كل الاحتلال صار يدعى، صار يضغط على اللحمين، يضغط على اللحمين وما يجيبوهمش، وصار ياخذوا عليهم مخالفات ممنوع اللحوم، ممنوع اللحوم هذا تدخل من الضفة. حتى تعال هذا هاي جايب بيض، هذا لازم تكون بيض مختوم إسرائيلي. فاهم كيف عليه؟ شايف كيف عليه؟ شوف ما فيش، فيش 4-5 مثلا في سوق اللحمين، فيش 4-5 بس مع هيك المحلات لسه موجودة، موجودة ومرابطين وصامدين وقاصدين باب الله. يعني هذا الصباح، محل الصباح معروف. تعال يا حاج، عن إذنك، عن إذنك كلمتين وبس إذا سمحت. إحنا عندنا عندك هذا من الناس المحترمين المشهورين، تعطيه لمحة عن سوق اللحمين إذا ممكن. لمحة كيف اللحمين، كيف إحنا منجيب اللحوم، كيف منجيب كذا، منجيبها بعذاب مش زي أول طبعاً. منجيبها إذا مسكوه بخالفوا، الاحتلال بخالف. ممنوع تجيب اللحمة من الضفة، ممنوع طبعاً. ممنوع تجيب اللحمة، يكون مخدوم من وزارة الصحة بالضبط. كيف وضع السوق الفترة هاي؟ والله السوق فيه انت شايف يعني الحال يغني عن المقال. يعني انت بس لسه فاتحين، يعني حتى لو فيش حدا لسه فاتحين طبعا المحلات. احنا بدنا نشوف من هينا موجودين. بل وين بدنا اروح؟ يعني زي انا صار عمري 45 سنه، زي الحاج صار عمره 75 سنه، وين بدنا نروح؟ اخذت المحل عن الوالد، عن الوالد هذا، والوالد عن والده كمان اخذوه، الوالد اخذه عن والده. يعني ما شاء الله صار لكم عمر هون. عمر عمر بالضبط. بتعلم كمان اولادك هون ضلوا موجودين؟ والله بعلم اولادي ان شاء الله انهم بيطلعوا متعلمين في المدرسه. بدنا ان شاء الله يطلعوا متعلمين وبنحطهم في المحلات برضه. ان شاء الله ان شاء الله. الله يرضى عليكم، الله يكرمك، وكل عام وانتم بألف صحه وسلامه. حياكم الله. نرجع رجوع ولا كيف؟ طب بدي اشوف وش تشرب. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بدنا نروح على سوق اللحمين حبيبي، الله يسعدك. خلينا نروح على سوق. يلا يلا، السلام عليكم. هذا سوق اللحمين مربوط، كانت الناس في الزمانات تجي تتبضع في هون بزار. نعم. بزارين. نعم. البزار هذا كان فيه لحوم وخضره وفواكه وكل شيء. نعم. الواحد يجي ياخذ اغراضه. اليوم الدار ياخذ، كل مونة الدار ياخذ. اليوم اختلف الوضع، الناس طلعت برا، الناس مثلا كذا. العطارين كان هذا سوق الصيغه، كان في الزمانات الصيغه، صيغه الذهب، الذهب. اغنياء التجار كانوا في الصيغه هذا. شوف كيف وضع الوضع اختلف، شوف كيف الوضع اختلف، الوضع اختلف. هاي المحلات قدامنا كلها، هذه كلها، هذه هلقت مخازن، خلص صارت مخازن، مخازن مخازن للمحلات. نعم. لانه ما فيش شيء، ما فيش شيء حركه، يعني ما فيش كذا بعدين تصفي بالضبط. بالضبط. المحلات ضيقه ما هي. ايوه عشان هيك ليش تقريبا مساحه المحلات عمي، في عندك محل 3x3، في عندك 4x4، في عندك 5x5، يعني محلات صغيره. بالضبط. مش محلات توزع كل هال. هذا السوق اللي قبالك هذا مهدوم من 8000 سنه اللي حكيت لك عنه. هذا اسمه سوق الصبره. شو اسمه؟ سوق الصبره. سوق الصبره هذا معروف، إله باب من هون وإله باب سوق العطارين. سوق العطارين كمان في باب؟ من سوق العطارين اللي هي وين قهوة الصيام تبعت الأرجيل وما الأرجيل. نعم. هذا الباب تبعه. شايف كيف علي؟ هذا هذا سوق معروف. هذا الباب ايش وين بيطلع؟ هذا مسكر، هذا مسكر. إذا فتحوه بصير على كل، كيف هذا السوق بصير هذا السوق. بصير كمان سوق. بصير كمان هذا. طب ليش مسكرينه حاليا؟ لأنه مسكرينه، لأنه مهدوم، هذا انهدم في أيام أيام أول بالضبط. خلينا نمشي هيك. نعيم سلام عليكم. سلام عليكم. هذا أخو الله حييك، هذا أخونا أبو الرائد. بدنا نسلمكم أبو الرائد، أبو الرائد حبيبنا. قوم يا أبو الرائد، قوم يا أبو الرائد. السلام عليكم. هذا أبو الرائد، يعطيك العافية عمي. هذا أكثر من 35 سنة، 40 سنة في السوق. 50 سنة ما شاء الله، 50 سنة. وهذول أولاده ما شاء الله، وهذول أولاده ما شاء الله. أولادي لم تشتري 30 سنة كلها، وماخذ المحلات عن جدك عن والدك. لا اشتريتهم ملك، انا ملك عندي. ما شاء الله، الله يبارك فيك. يعني ملك من زمن الخلافه، ملك للمسلمين. انا كانت للدوله الاسلاميه هي، حولوها للمسلمين عشان سبتوهم، اعطوهم طابه لكل محل تجاري. انا محلاتي كلها بطابه، يعني عندي حد ما شاء الله. مش مستاجر، ما مشاري. لا مالك، صاحب محل انا، يعني الي المحلات. محلات الي ما شاء الله. واحنا هون ثابتين بامر الله ان شاء الله، لانه هذه الرباط. هيك بنكون خلصنا جولتنا اليوم مع التجار المقدسيين، وزي ما سمعتوا منهم التجار في القدس او في داخل البلد القديمه مش زي اي تاجر برا البلد. تمام، هذول التجار عباره عن شريان اساسي للبلد القديمه. وجودهم هون رغم الضغوطات ورغم الاحتلال ورغم التضييقات كلياتها،
هو لحاله رباط في هذه الأرض. فإن شاء الله بنشوفكم كلياتكم في محلات القدس، وإن شاء الله بتيجوا من برا فلسطين ومن جوا فلسطين ومن الضفة ومن الداخل، تيجوا وبنشوفكم تشتروا من أسواق القدس وبتصلوا بالمسجد الأقصى إن شاء الله. نراكم في حلقة القادمة. السلام عليكم.